نوماتيكو ويلكم تو دنا فيديو ان ماي شانل. مرحبا بكم فيديو جديد. فيديو اليوم غادي يكون عباره اختي عن لي راه ضربوا فيا. قلت لكم فيديو اليوم غادي يكون عباره عن اسبوع ديال اميمه. دعمي السابع اليوم وكاين حولي كاين راجلها جا الحمد لله. اليوم غادي تشوف معايا تجهيزات النهار قبل يوم الذبيحه ديال حولي ديال السابع اختي بنت اختي ميسم طبعا اللي كتعرفوها كاملين. وغدا ان شاء الله غادي يكون حفيله اولا حفله اولا بارتي اولا خطبه. المهم عملت خطبه وزواج وسابع وكل شيء في دقه غد لي ان شاء الله. سو غادي يكون هذا الفيديو خاص غير بالتحضيرات ديال السابع والغد لي ان شاء الله فيديو تو ديالو. اليوم الحنة نسيت الحنة اليوم الحنة المهم كدير اختي شطان انا بلا ميك اب اللي كتقول لك وحده غير الفلتر كينصفي كتصفي البشره اختي انت اختي بلا ما تميقي يا صرا بلا ما تميقي اختي انت اختي البشره ناعمه. المهم قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنساوش تخليو واحد لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. و صافي هادشي اللي كاين ما عندي ما نقول لكم. بارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم صحاباتكم باش العائله ديالنا تكبر ويولي عندنا بزاف تشينغو دول. اوكي هاي ماما يلا يا رسول الله جينا ام عاشق يا سيدنا محمد سيدنا محمد الله معاه جاي العلي يا الوردة على كي طاح نداي بريد هاني شو الوالد دابح دابح جي عندنا البنات هاي هاي برافو برافو زوينة كاين العظام كاين العظام دابايا كنت حيت حجاب بقيت كنتحيا متحيا ودابا لقيتونا جالسين ديري اغاني زعما الهدوء درنا قبيله الحيحه مصورش لكم طبعا لان البنات كيكونوا محجبين كلشي صورو يعني بحال التقاليد ديال اوزباكي الصراحه الشمال تقاليد بحال ديال اوزباك انا صافي نسيت على الشعبي انا واش كنشطح اوزباكي ولقيتوني دابايا الميكوب ديالي مشى لانه صهد وفي من ندير ديك الروتوش معاود المهم كنتم دابايا غادي ندوزو ناكلو من بعد نقش 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 صبيا هنايا بما انو دايره دايره الاطفال نقش هكا وديك اللعيبه اللي كتجي هكا على الخاتم ديال الحنه وصافي نتوما معايا نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وصحاباتكم انا زعما راه ديالي فكنت كنقول لك
العصير ولا ساره صارت فاش تهبط وصافي ساره غدير كلشي ما شاء الله ساره معاش غتخرجي انا عندي العصير مع 12 مع 12 انا جيت ثلاثه اصلا ديك الساعه فلوحنا عاد ساره غدير كلشي وامشي حلوه ها ها عندو زمرام العصير والتباصل انا الخدمه غدمنا لا لا عندي طوموبيل خديت طوموبيل تنينا هتطولوا لينا الطريق دمرتي سام الله عرفتي اليوم ايوا اختي اميمه شو الحنة وري من الحنة شو 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 انا خايف شوفي بلي انا خايف في الصنداله واللبسه جينا الماكدو لانه ماما دايره دايره ماما تقليه احنا ما كناكلوش تقليه ولقد جاء العشاء من ديما كنت قولب مسندويش صغير وفي الاخر ما تبعت تعطيني ديالها انا خديت دجاج بصحتكم اختي شفت الشاي والله عشت ماشي من قرعة وزيت دائما نقول لك قرعة بدي اوفر كان طابور كان طابور كنت تديري فينا لا يختي او تو دوك شي لا يختي او تو دوك شاي بين شاي استدم نانا شاي بين دو لك ماكدو كتحمقني فيهم هاد شو باك انكل ستريس بين كاي بولد زاني كتحمقني هاد يعني اسمع بين بيورس كل لسه بدم امشا ساكن بين بزورش بين بين المغرب زعما ما بقاش تكوني في هاد ماكدو انا كنحمق على كورنيش كورنيش بين فيديو ديال بابا هذا عندك كام برضه الخبز ديال المناعه الصراحه خليني نصور فيديو على بابا وانا نمشي كبا هاد اتشي وانا هاني اتشي ما بقاش صح المرسى واش دار اليوم عندي واحد الناموسه قطيعه هاي قرصات من هنا والله نورمال ديال التوست قلت لكم انه هذا الخبز هذا ما كنلقاش في تركيا بلا كلو المهم بحال هكا تلقاي ترى ما قدو ديالها بحالته ما ماشي بحال المغرب قسم بالله انا شويه انا قال لي قال لي قال لي قال لي اسمعي انا اسمعي كتفرج معايا حاليا في مسلسل تركي هويا مكوزام يا الله هاي هيا لا تيقشيا ماي تينغو واش كنبان لكم لالا خباركم بقاش كندير فونديشن بغيت ندير هكا شوف واش كنبان هاكا مزيان شوف بقاش كندير فونديشن الصراحه وليت كندير غير لونتي ساغن بقاش دابا جاو هما ياكلوا دندن جاو ياكلوا ايس كريم اخوتي اماي تشينغو جاو ياكلوا ايس كريم انا ما بغيش وانا المشكل اللي عندي ولا عندي النصران وداك النصران ما كنبقاش ما خاصنيش ناكل شي حاجه فيها غاز وانايا انا لا عاد با كنشرب المورادول امي مشينا للماكدو نسيت وخديت هاواي دابا كرشي كدير وكنتقصح انا ما عندي ما ندير اجي نوريكم كي كيشوف لا كلاص بلاتي نمسحكم واحد داز بالطوموبيل قال عو امي ما تخلعت مسكينه لقيتوني في الكورنيش دابايا وني ري شحال ضحكت يو ماي تينغو واش نقول لكم والله اش نقول لكم ما بقاش كنعرف ندير في اليوتيوب في الانستغرام في اي حاجه علاش مدة بقاش كنصور صافي دابا عاد بقا نطلع ديك صحاب الناس غير كنبغي نوري الدفار غير انا داك النعل كندوي ويدي فهمتو كتعبر معايا
قلت خمسة مابقاش كنعرف اختي النهضر، ما كنعرف شنو نقول في اليوتيوب ولا في الانستغرام، المهم عرفت وقتي هذا يومينا هادشي اللي داز اليوم. مي مازال تجهيزات اليوم خاصها صايبو شي كريطينات ومنو لا صايبتني انا شي ستيكرز خاصها نلصقهم في الكريطينات، سو غادي تبقاو معانا باقي الفيديو مستمر. جينا تسنى فاش كنت تما صفا هيدا سامي داك ديال نقولو هيدا اخت شايب سو ميتين ولقات انا صايبت 25 حبة مديش على الارض مرونه، الدنيا كامله مرونه، بقى ليا 25 حبه نهاري على تماره. كوكو لقيتو دابا 5 الصباح وباقا خدامه، باقا في مود الناس وتتابعنا النهار للخدمه جري ما تجري. ودابايا وقال ما ساليتش حس خدمت بوحدي وما عيات نعسات وبقيت اجداني نتحير ولا نشطح كاع دابا الشخيه ديال راجل اختي انا كازا كنصيبت شي في البيت.